اهلا بيك، قول لي ايه الوضع، احكي لي عن الحادث بالظبط، ايه المعلومات اللي عندكم حتى هذه اللحظه؟ يعني خليني ابدا من نهايه كلام حضرتك وتغريده السيد الرئيس بمحاسبه المقصرين، ودي التغريده او لقت ردود فعل كبيره وواسعه جدا وقبول من الناس. الناس بتثق فيما يقوله الرئيس زي ما قلت حضرتك، وبالفعل تداولوا هذا الكلام على صفحاتهم بسرعه وبينهم وهم موجودين خلال مساعدتهم للاهالي في الحادث. الحادث تحديدا بدا في حوالي الساعه الاول. 12. معلش يا محمود قبل ما تبتدي اشرح لي جغرافيا المكان ده فين بالظبط؟ ده قريب من مزلقان، من محطة، ايه فين تمام. يا محمود الحادثة دي بالظبط فين في سوهاج؟ الحادثة دي وقعت بعد مزلقان قرية الصوامعة غرب في مدينة طهطا، على الحدود ما بين قرية بنها وقرية الصوامعة. المنطقة دي تبعد عن مدينة طهطا حوالي كيلو كيلو ونص بالظبط. الحادثة وقعت بالظبط تحديدا بعد المزلقان بحوالي 200 متر، اصطدم القطار المكيف بالقطار المميز من الخلف، نتج عنه سقوط 3 عربات على جانب الطريق، وده كانت بداية الحادث في تمام الساعة حوالي 12:05 لحد 12:30، ده الوقت اللي احنا أخبرنا فيه بميعاد الحادث. الحادث طيب. هل عندنا معلومة يعني كان في قطر واقف، بس احنا شفنا الصورة بتاعة القطر وهو بينفجر، وفي الفيديو بتاع انفجار القطر من كاميرات المراقبة، ان كان في قطر ماشي بالراحة. بالفعل هو كان القطر المميز هو اللي ماشي في الأمام من في اتجاه الشمال، وهو قطر الأقصر اسكندرية اللي هو المميز، اصطدم به من الخلف القطار المكيف ونتج عن التصادم سقوط 3 عربيات. أيوة أنا عارفة. لا معلش معلش، أنا خليني دقيقة معاك يا محمود شوية. اتفضل بالراحة. اتفضل. يعني اتفضل. كان في قطر واقف اللي هو القطر المميز ده، اللي هو المميز 157 ده. تمام. ده تمام. قطر رايح فين؟ ده رايح، ده في اتجاه اسيوط، اللي هو منه اسيوط الى القاهره. اسيوط للقاهره من تمام. الجنوب اسيوط للقاهره من الجنوب للشمال. تمام. التاني جاي منين؟ من ورا، من فين؟ على نفس شريط السكه الحديد، وعلى نفس القضبان الاثنين على قضيبي القضيبين الاثنين زي بعض. على نفس القضيب، جاي في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه من الجنوب الى الشمال.